مجتمع الإلهام، أهلا وسهلا فيكم. اسمي هشام برو وأنا مؤمن أنه مع بعض ممكن نوجد عالم ومجتمع فيه الكل عنده القدرة والدعم اللي بيحتاجه ليحقق أي شيء بيطمح له، والكل فيه بحس بالتقدير وما في خوف تجاه المستقبل، ومع بعض ممكن نعمل مجتمع الإلهام هو هذا المجتمع. لهذا السبب كل شيء ممكن نشاركك فيه من مقالات، لقاءات، منتجات، تدريبات وغيره مكرس ليقربنا أكثر من بعض ويساعدنا نكون هذا المجتمع. مقال اليوم بعنوان إدارة النتائج وإدارة المهام. وانت عم تستمع للمقال اختار شو اكتر شي عجبك وحسيت انه فيه فائدة، وبدي اطلب منك انك تكتبه تحت بتعليق، وهيك اولا بتساعد بقية الاشخاص اللي معنا هون لينتبهوا اكتر لهذا الشي ونتناقش كلنا فيه، وثانيا لما بنكتب الامور اللي عم نتعلمها هذا الشي بيزيد من فرص انه تضل ببالنا وقت اطول وانه فعلا نطبقه ونستفيد منه بحياتنا. وهلأ استمتع بالمقال. كلنا بنتبع او على الاقل بنحاول نتبع طريقة كتابة قائمة مهام للتخطيط ليومنا او للاسبوع او للعمل او للدراسة او لاي شيء. المشكلة بقوائم المهام انه اغلبنا ما بيلتزم فيها للاخر. السبب غالبا انه كتير من كتب التخطيط والادارة بتعلمنا كيفية ادارة المهام، بمعنى لما بتقعد لتخطط لاسبوعك مثلا المعتاد انك تبدأ التخطيط بانك تسأل نفسك شو لازم انجز مهام خلال هذا الاسبوع، وعلى هذا الاساس بتبني قائمة المهام للاسبوع. المشكلة بإدارة المهام إنه نحن نادراً ما نعمل الأمور اللي لازم نعملها، ولهيك بننتهي بأسبوع ما حققنا فيه أي من المهام. والمشكلة الأكبر لما بنتعب وبنشتغل خلال الأسبوع وفعلاً ننجز كل المهام اللي وضعناها، لكن رغم كل هذا بنلاقي أنفسنا ما تقدمنا وما حققنا أي هدف، وإنما كان في العديد من الأفعال اللي ما وصلتنا لأي مكان. الحل: لازم نتوقف عن أسلوب التفكير بإدارة المهام ونبدأ نفكر بإدارة النتائج. وهذا مبدأ تعلمته من أحد تدريبات أنثوني روبنز، واللي ممكن من خلاله فعلا تحقق أحلامك وأهدافك وآمالك. والموضوع أبسط من ما بتتخيل، هو مجرد نمط تفكير بيعلمك مو بس كيف تنظم حياتك وإنما كمان كيف تفكر بطريقة مختلفة عن الأشخاص اللي لسه علقانين بدوامة قائمة المهام الغير منجزة. شو هي الطريقة؟ بأنك تبدأ تطرح على نفسك الأسئلة الصح. رح شاركك بعدة أسئلة ساعدوني أنا شخصياً لحتى خطط بشكل فعال لعملي ولفريقي وحتى حياتي الخاصة. وبيبدأ الأمر بأنك تتوقف عن طرح السؤال شو لازم أعمل خلال الأسبوع، وبدلاً عنه تطرح على نفسك هاي الأسئلة الثلاثة. خلينا نفرض أنك عم تخطط لأسبوع العمل مثلاً، فالأسئلة اللي لازم تطرحها على نفسك رح تكون كالتالي: السؤال الأول، شو هي النتائج النهائية اللي بدي أحصل عليها من هذا الأسبوع؟ ببساطة، شو هي النتائج اللي إذا تحققت بنهاية الأسبوع رح تكون حصلت على أسبوع مثمر؟ نحن أبداً ما بنحب الأمور اللي لازم نعملها، بس أكيد عنا شغف تجاه الأمور اللي بنرغب بتحقيقها. لهيك إنك تبدأ التخطيط بطرح هذا السؤال رح يفتح عيونك تجاه أمور كثيرة، والأهم رح يخليك تبدأ عملية التخطيط بشيء أنت متحمس تجاهه، بدل ما إنك تبدأ التخطيط وأنت حاسس بغصة بقلبك بسبب الأمور اللي لازم تعملها. بعد ما تكون حددت كل النتائج اللي بترغب بتحقيقها، لازم تسأل نفسك السؤال الثاني: ليش أنا بحاجة أنه حقق هاي النتائج؟ شو الأسباب الدافعة وشو الفوائد اللي رح أحصل عليها في حال أنا حققت هاي النتائج؟ ما بيخفى على أي حدا أنه لما بيكون في شغف كبير ورا تحقيق أمر ما، هذا الشيء بيعطي الشخص قوة كبيرة وإصرار عجيب. فدائما لازم تعرف بالضبط شو الأسباب اللي رح تدفعك لتسعى لتحقيق نتيجة ما أنت وضعتها، وبالمقابل إذا ما في أي سبب دافع فأكيد ما رح تسعى. بمجرد أنك تلاقي الإجابة على السؤال الأول والثاني، رح تلاقي حالك بحالة نفسية وعقلية مناسبة لأنك تحط خطة عمل حقيقية، وهذا الشيء من خلال أنك تسأل نفسك السؤال الثالث. السؤال الثالث: شو هي الأمور أو المهام اللي ممكن أعملها لحتى أحقق كل واحدة من النتائج اللي وضعتها؟ ورح تلاقي أنك ممكن حتى تعمل قائمة مهام مختلفة تماما عن قائمتك الاعتيادية، والأروع أنه من خلال هذا النمط من التفكير ممكن حتى تحقق كتير نتائج بدون ما تضطر انك تنجز كل المهام اللي وضعتها بقائمتك، وهيك بتكون عم تعمل ادارة للنتائج وليس ادارة للمهام. بالنهاية اذا بتطرح على نفسك الاسئلة السابقة بالترتيب اللي شاركتك فيه، قد يكون هذا الشيء اللي انت بحاجته ليعمل لك الفرق بين النجاح والفشل بالتخطيط لكل شيء بحياتك. فاذا اولا، شو النتائج اللي برغب بتحقيقها؟ ثانيا، شو الاسباب الدافعة اللي بتدفعني لتحقيق هاي النتائج؟ واخيرا، تحديد الطرق اللي ممكن احقق من خلالها هاي النتائج. هذا هو الأسلوب اللي أنا بتبعه بالتخطيط لحياتي، ممكن أنت كمان تستفيد منه بشكل كبير. بالتوفيق للجميع. مجتمع الإلهام، شكرا كتير لأنكم خصصتوا الوقت للاستماع للمقال مرة تانية. أكيد حابب أعرف شو أكتر شي عجبك ولقيت فيه فائدة وليش، وإذا كتبته بتعليق هون رح تلاقيني معك وعم شاركك بالنقاش.
بدي اطلب منك تعمل سبسكرايب او اشتراك بالقناه اذا بدك دائما نستمر بتقديم مقالات صوتيه مثل اللي شفته، ويضل دائما عم يصلك كل شيء جديد على قناتنا. بالنهايه مجتمع الالهام، بتمنى تكونوا فعلا استمتعتوا بالمقال وحصلتوا منه على فائده. لقاءنا باذن الله بالمره القادمه، بالتوفيق للجميع.